اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات دكتور كارلوس تيبس. النهاردة هنعرف مع بعض ايه هم الخمس علامات اللي بتدل على وجود نقص في المغنيسيوم عند الشخص. قبل ما ابتدي الكلام، يا ريت لو حضرتك اول مرة تشوف قناة دكتور كارلوس تيبس تنزل وتعمل سبسكرايب في القناة وتفعل زر الجرس عشان اي فيديو جديد يوصل لك تنبيه بيه، وتتابع الفيديوهات الجديدة اول ما تنزل. نبدأ كلامنا ونعرف ايه هي علامات نقص المغنيسيوم في الجسم. قبل ما نعرف علامات نقص المغنيسيوم، نعرف ايه هو المغنيسيوم وايه هو دوره في الجسم. المغنيسيوم هو احد المعادن الاساسية اللي بيحتاجها الجسم، ونقدر نقول عليه كو انزيم او انزيم مساعد. يعني ايه انزيم مساعد؟ يعني بتحتاجه الانزيمات بتتغذى عليه عشان تقوم بوظيفتها، فهو يعتبر كو انزيم لاكتر من 30 انزيم داخل الجسم، مهم جدا عشان يستهلكوه الانزيمات وتقوم بعملياتها الحيوية، سواء كان من انتاج طاقة او تفاعلات كيميائية لازمة داخل الجسم، كمان في تجديد الحمض النووي للخلايا ومنع حدوث الطفرات. ده اهم حاجة، وده يعتبر مهم جدا لوجود المغنيسيوم في الجسم. الجرعة او الكمية الموصى بها ان يستهلكها الشخص العادي في اليوم هو حوالي 450 ملي جرام يوميا. لو ما فيش الكمية دي تستهلكها الجسم في اليوم، بيبدأ الجسم ياخد الكمية المتوفرة من المغنيسيوم ويقوم بها بالعمليات المهمة داخل الجسم، وبتبدأ تظهر بعض الأعراض داخل الجسم اللي تدل على وجود نقص في المغنيسيوم. زي ايه هي الأعراض دي؟ ايه هي اهم خمس أعراض؟ اول حاجة، بما اننا قلنا اللي هو مهم جدا ومسؤول على انتاج الاي تي بي، او اللي هي وحدة او عملة انتاج الطاقة في الجسم، فاول حاجة هيحس بيها الشخص اللي عنده نقص في المغنيسيوم هو الارهاق الشديد والتعب. تاني حاجة، ممكن يحصل تصلب او تشنج في العضلات بالليل قبل النوم، وخاصة في عضلات الساقين والقدمين من تحت. كمان ممكن يحصل تشنج في الجسم بعد الاستيقاظ من النوم مبكرا، بيحصل تشنج في عضلات الجسم كلها. تالت حاجة هو ارتفاع في ضغط الدم، لان عدم وجود او نقص المغنيسيوم في الجسم بيؤدي الى تصلب الاوعية الدموية، وتصلب الاوعية الدموية يؤدي في النهاية الى ارتفاع ضغط الدم. خامس حاجة ممكن تحصل ان احنا بيكون عندنا عدم انتظام في ضربات القلب، وده ممكن برضو يحصل مع حاجات تانية زي نقص البوتاسيوم، لكن ممكن برضو يكون نتيجة نقص المغنيسيوم. دي كانت اهم خمس علامات تدل على نقص المغنيسيوم في الجسم، قبل ما نروح طبعا نعمل تحليل ونتأكد من فعلا ان هو ناقص. طيب فين نقدر نحصل على منين المغنيسيوم؟ منين؟ من الاكلات. المغنيسيوم موجود في مادة اسمها الكلوروفيل. مادة الكلوروفيل دي هي المادة الخضراء اللي موجودة في جميع الاوراق الخضار، فبننصح ان احنا عشان نعوض النقص المغنيسيوم ده، اللي احنا ناخد يوميا طبق سلطة خضراء كبير جدا، طبق سلطة خضراء كبير عشان نعوض نقص المغنيسيوم، او اللي احنا طبعا بنرجع نستخدمه كمكمل غذائي موجود في الصيدليات على هيئة حبوب المغنيسيوم، لكن طبعا يفضل ان احنا ما نستهلكهاش الا لو عملنا تحليل وفعلا وجدنا ان عندنا نقص ومحتاج ان احنا نلجأ لاستخدام المغنيسيوم كأقراص. كده اكون خلصت الفيديو. لو فعلا استفدت بالمعلومات وعجبتك المعلومات واستفدت بيها، يا ريت تعمل لايك للفيديو وتعمل مشاركة للفيديو لجميع اصحابك عشان يستفيدوا زي ما انت استفدت، ولو لسه ما اشتركتش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان اي فيديو جديد يوصل لك تنبيه بيه، وكمان لو عندك اي استفسار سيب لي تعليق تحت الفيديو.